أمريكا تريد من إيران ألا تكون قوية جدا في العراق، وتريد أن تفصل الاعتماد على إيران بأي طريقة، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك. العراق وإيران ومنذ الإطاحة بصدام حسين ارتبطتا على مستويات عديدة. هناك حجاج إيرانيين يذهبون كل عام إلى العراق، وهم مصدر أساسي للمال، وأيضا لهم تأثير. بالطبع المجال الآخر لهذا الشيء هو أنه بالنسبة للعراق وكونها بلد عربي، مهم أن تظهر أو أن يظهر العراق ارتباطه بالعالم العربي وليس كثيرا مع إيران. كل هذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة، لأنها تريد أن ترى عراق مستقل ولا تريد من العراق أن يقع تحت نفوذ إيران. بالطبع إذا استطعت أن تفصل هذا فهذه خطوة.